السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوت بخير عليكم، كلشي مزيان، الاحوال ما كاين ما يشوش، والحمد لله والشكر لله، ونتمنى نلقاكم في صحة جيدة بحول الله. واليوم ان شاء الله اليوم يوم الخميس 4/11/2021 بحول الله مع قوتي غنتقاو وتنطقو كيف العاده، وحنا مولعين مع الخوت ديالنا، مع الناس اللي متبعيننا، يعني مع دوك الناس ديال صحاب السيل وحمر ما عندناش معاهم، والناس اللي ما كتبغيناش بلا ما تدخل تفرج. راه شحال من واحد ما تيحملكش وكيدخل باش يدير لك ديك الديزلايك، يدخل لك وهو راه متبعك. خلينا نبقاو ساكتين. كيف قلنا الخوت الحميمات دابا الحمد لله كلشي رصا الذكر هما هادو. بالنسبه لواحد الخطا اللي درت البارح هو ديك الماده ديال الكارنيتين، عطيتهم ديك لادوز اللي خاصها تعطى، هي نورمالمون ما خاصنيش نعطي لادوز اللي خاصها تعطى، خاصني نقص ليهم، فهمتي الخوت خاصني نقص ليهم، ونبقى غادي لهم شويه بشويه، نبقى غادي لهم ان شاء الله شويه بشويه لمده واحد 5 ايام، ومن بعد غادي نحبسها. ماشي غادي نحبسها انما غير غادي نوقفها واحد الاسبوع، نبقى نعطيها لهم نهار يومين في السيمانات، بقى غادي باش الجسم ديالهم يتعود على الماده ديال الكارنيتين. هادشي اللي كاين دابا غادي نشدو كيف العاده هادي البيضه، ولاني غيجي واحد الوقت اللي ما غنشدهاش، غيجي واحد الوقت اللي غتطلع ليا فراسي، غادي نحليها، ما غندير فيها لا تليفون لا فاكس، غادي نحليها وغادي نخليها تخرج. بالنسبه للذكر الخينيسي كيف كتلاحظوا، ها هو شوفوا الذكر ديال الخينيسي، ها هو هذا هو الذكر ديال الخينيسي، راه باقي راه فيه الباقي، هانا الخوت، هذا هو الذكر ديال الخينيسي، كيف قلنا هذا راه كان بات هنايا شي نهار، بات هنا وشافوه ولاد اختي، شافوه ولاد اختي وجاو شدوه هنايا وصافي، راهو خلاوه كيطير هنا. هذا مكان حنا دابا ان شاء الله غادي نطلقوا هاد الدكور، غادي نشدو هذيك النتيوه، وان شاء الله راه غادي نقللوا اليوم الماكله اليوم ان شاء الله. علاش؟ من ناحيه الدريساج باش الحمام يبقى يهبط ليا دغيا، وديك السنيده اللي الفوق راه درتها معيقه بزاف، زعما انا باغي نديكلاري دغيا. ان شاء الله راه نهار السبت نهار الروبو ديالي راه غادي نقصها بحول الله. ها هما الدكور دابا تخرج، الا بغات تخرج هادي غتخرج. كيف قلنا غيجي واحد الوقت اللي ما غاديش نبقاو نشدو هاد الحمامه. زيد اوليدي زيد سير، باقي باقي الغبره هنا، باقي الريش، باغا تخرج. سير ابنيتي سير، نسدو هاد البيب هذا. ها الولاعة ديال خوكم في الله، وتحية للناس الموالع المخالع، لا تحية للناس اللي كديكلاري بصح، والناس اللي كتغش في الديكلاراسيون لا. يلا انا الخوت الحمد لله والشكر لله، كيف كتلاحظوا الحميمات كيف كتلاحظوا مجموعين، اللهم بارك. شو الخوت يعني شنو خاص غير واحد شويه ديال التريتمون ان شاء الله، تريكومونوز الباراتيفوز الكوكسيديوز والجهاز التنفسي، ان شاء الله الحميمات يرجعوا بونيطا كما يقال. وتحيه لخويا البشير، خويا جهاد، وتحيه لخويا سامي، خويا مصطفى الاص، خويا خالد، ما نساوش الاخ نور الدين. ها انتوما الحميمات، ها كيبانو بحال السردين في السماء. كيف قلنا من ناحيه الخوت، من ناحيه الكارنيتين اللي هو هذا، ما غاديش نبقى نعطيهم لا دوز اللي مولفه كتعطى، هي هنا كتبين 10 دالمليم لتر د الماء، هنا كتبين 10 دالمليم لتر د الماء، حنا غادي نقصوا على 10 دالمليم، ما غاديش نديروا 10 دالمليم. بالنسبه للانات راه حتى هما الحمد لله راه طلقناهم البارح، وهذوك الحميمات اللي بقاو لينا الخوت ما بغاوش يدخلوا، جيت هذا الصباح هذا كنحسبهم اللهم بارك، حسبت الحميمات، تلقى حمامه وحده اللي ناقصه،
لقيت حمامه وحده اللي ناقصه، وواحد اللحظه كتبان ليا في السما طايره، فهمتي الخوت؟ واحد اللحظه قلت كيف قلت لكم بانت ليا في السما طايره، خرجت لها دوك الدكور ديال الحنقوره وما يهبطوها، واحد الطوبيه هي هذيك راه هي اللي بقات باتت على برا. الحمام دابا كل هي هذه هي اللي باتت على برا، راه عاد دخلتها دابا، راه امور طيبه الحمد لله. ها انتما الجمال، الجمال جمال كي يا جمال، جمال يا جمال. واحد الاخ قال لي ولعنا في واحد الحمامه وشدف ليا على ما كنظن، بلاتي نجبدوا واحد الحميمه الخوت خليكم معنا. على ما اظن هي هذه الحمامه اللي قال لنا الاخ، هي هذه الدفليه كيف كتلاحظوا، هذه حاصله على الرتبه 13 على ما كنظن، في مطلق ديال 500 وكذا 560 كيلومتر، هذه حاصله على الرتبه 13. هذه الاب ديالها كيعود ليا نيت، والام ديالها حتى هي عندي، الام ديالها واحد النحاسيه، والاب ديالها واحد الطوبي 2012. هذه الحمامه هذه راه الرتبه 13 في الجمعيه، في 560 كيلومتر. اللهم بارك. وانتي وراه تبارك الله الصيف الاخر حتى هو جابته، الصيف الاخر الخوت حتى هو جابته، واش كان بان ولا ما كان بانش؟ فوالا تبارك الله، راه صافي نضات هذه نادي كنادي. هانتوما كيف كتلاحظوا هنا الخوت، هانتوما مكاينش حس القميله، مكاينش حس الريشه متقوبه ولا حس القميله. هانا الديكالاج الخوت، شوفوا الديكالاج، شوفوا الديكالاج، ها هانتوما شوفوا الديكالاج، ها غير الديكالاج الحمد لله. هادي كيف قلنا راه حاصله على الرتبه 13، هادي راه كنت لاقيتها مع ولد البدعي، فرقت لنا جوج ولاد، ولد مشى ليا ولد بقى حنايا، ولد راه مشى ولد راه كاين. دابا غادي نخرجو عند الدكور ان شاء الله، غادي نعطيهم دابا ياكلو هو الاول. كيف قلنا الماكله غادا تكون ناقصه شويه، يعني ما غاديش نعطيهم ياكلو بزاف، بس الحمام دابا نحاولو ما امكن. دابا وقيت اجي الدريساج، دابا هادي الوقيته ديال الدريساج، خاص الحمام يتدريسا دابا. دابا سهله هاديك العايبه ديال بنادم ياكل يشبع، صافي دابا الدريساج جوع. كلبك كيقول لك المثال، كيقول لك المثال جوع كلبك يتبعك. الحميمات راه خصهم يبقاو ديما جيعانين الخوت باش يكسبوا الصحه ديالهم. يلا دابا نخرجوا على برا ان شاء الله نشوفوا الحمام فين وصل. دابا راه تقريبا شنقول لكم شحال هو طاير، شي 3 دقائق هادي ولا 4 دقائق، شي 3 دقائق ولا 4 دقائق. نسمع الخينيسي، سمع الخينيسي كيصرفق. نسدو البويب، نصفرو على الحمام الا بغى يهبط، ما بغاش يهبط ما عندنا ما نديرو. هاو وكيف قلت لكم الاخوان، راه بامكان الحمام الا بغيتو يمشي ليا راه يمشي ليا ساهله، وهي نطلق في الصباح، لان داك الطيران ديال الصباح ماشي هو الطيران ديال دابا. الطيران ديال دابا كيف لاحظتوا الحمام طار علاه شي شويه وهبط، هو دغيا كيدور. شتي الخوت هو دغيا كيدور، يعني شنو يعني؟ مزيان هذه هي الوقيته ديال الطلاق ديال الحمام مور الغداء. الطلاق ديال الحمام خصو يتطلق مور الغداء، ما يتطلقش في الصباح. دونك ملي كيتطلق في الصباح الخوت راه كيقعد وكيمشي كيتلاقى مع حمام ديال عباد الله، وتما كتكون القضيه في الطاقيه. كيف قلنا تماك فين كيتلاقى مع حمام عباد الله، راه هنا كاين بياسه ماشي ديالي معاهم. تما كاين واحد البياسه ماشي ديالي، دفليه محروقه، ماشي دفليه كحله، سيوفا بويض. لا سيوفا بويض، خلي دابا الحميمات حتى يطيروا على خاطرهم ويهبطوا على خاطرهم. بالنسبه للكارنيتي كيف قلنا راه غادي نعطيهم داكشي قليل ان شاء الله، وخليكم معنا. بالنسبه للحمام، هذا الحمام اللي عندي هنا في البروديكسيون، ها هو هذا، شنو هذا؟ بوعميره اولا الطير، ها هو، ها هو، راه هو غادي، راه ما غادي لعندو. ها
ابو عمير راه غادي غادي نيشان، والطرف الادنى الخدمي كيكون الجو مغيم راه كيكون الطير موجود، ملي تيكون الجو مغيم تيكون الطير، هذه هي الوقيته اللي تيخرج فيها. والله يبعدوا علينا، والله يبعدوا على جميع المسلمين، على الموالي الاحرار، هادشي اللي كاين. انا الخوت تحيه للاشراف، تحيه للناس الموالي كيف كنقول. انا اللي كيبان زوين هو خايب في قلبه، ما عندنا ما نديرو به، الله يبعدو علينا يا ربي امين. وتحيه للاتحاد السلاوي على راسهم بالرئاسه سعد الزعيمي، هو الرئيس الحالي للاتحاد السلاوي. ان شاء الله نتمنوا في هذه الحكومه الجديده نتمنوا فيها الخير والتيسير ان شاء الله، نتمنوا انهم ينقصوا شويه بعدا من الانخراط، ما تبقاش 3000، لان الانخراط الخوت كان غير 50 درهم، الانخراط كان 50 درهم، الانخراط كان 50 درهم ولا 100 درهم ولا 3000 في عهد الحكومه القديمه، ولا 3000 ريال. وبالنسبه للمولوع، ومسكين المولوع خدام ب 40000، واش غادي كي غايدير يعيش هاد الولاعه، وكي غادي يدير يخلص على هاد الولاعه، وكي غادي يدير يقاوم هاد الولاعه في الماكله ديالها وفي الدواء ديالها وفي المصاريف ديالها، وعازيدينو بالانخراط. راه حنا ماشي كنهضروا ضد، كنديروا العصا في الرويضه كما يقال، حيت شحال من واحد كيشوف كتهضر في الحق كيقول لك كدير العصا في الرويضه، حنا كنهضروا للصالح العام. حيت الا نقصي الانخراط، الانخراط ما غايدي نقدروا نقولوا ما يدير لك والو، راه كتدخل الفلوس، كتدخل الفلوس من عند المنخرطين ومن عند الجمعيات. بالنسبه للاتحاد السلاوي راه يدخل الفلوس، يعني لا داعي بانه من الرحمه. الرحمه يا عباد الله، الرحمه الرحمه. كنتمنى من الحكومه الجديده ديال الاتحاد السلاوي تشوف بعين الرحمه من هاد الموالي هادو، راه كاينين موالي مبتدئين، كاينين موالي ما عندهمش، كاين الموالي اللي ربي اللي عالم بهم، واخا كيبانوا في الصوره راه عندهم الحمام وعندهم هذا، ولكن راه ما عارفينش ذاك الحمام منين كيوكلوه وكي كيديروا ليه، راه باش تعيش جوج عائلات، عائلتك وعائله ديال الحمام، راه شويه شويه كتكون شويه قاصحه. ونتمنوا من الرئاسه الجديده انها تاخذ هذه القضيه بعين الاعتبار. ماشي غير انا هضرت، لا ماشي غير انا هضرت، لا لا لا، اتي هما ياخذوا بعين الاعتبار من عندهم هما كبادره جميله في عهد الاتحاد السلوي الجديد، الرئاسه الجديده ان شاء الله ديال سعد الزعيمي، باش تكون هذه القضيه ياخذوا بعين الاعتبار، ما يشوفوش غير المصلحه ديالهم، يشوفوا الصالح العام. شنو هو الصالح العام؟ الا عاونتيني راه غادي نجي لعندك، ولا عاونتيني، ولا عاونتيني غادي يجي وحدين اخرين، وحدين اخرين غادي يتشجعوا. هذا ما كان، فهمتوا الخوت، وحدين اخرين غادي يتشجعوا هكا. كاين اللي كيسخط على الوضعيه، على الحمام غير على ود هذا الشيء، تيقول لك المصاريف، واش انا غادي نوكل؟ خاصني 400 درهم في الشهر ديال الماكله، خاصني واحد 3000 درهم ديال الدوايات، راه كاين اللي شاري الدوايات اللهم بارك فوق 5000 درهم وكحاز ليه، ما بين الدويات ومكملات الغذائيه اللي فيتامين، والله الا فوق 5000 درهم مول 6000 7000 8000 9000 10000 درهم كل واحد وشحال واخد الادويه ديالو. يعني وكيفاش كيف يعقل انك بانك واخا نقولوا 50 درهم راه كيقول لك زيد الماء زيد الدقيق، كيقول لك شويه بشويه نقطه بنقطه كيحمل الواد، راه ديك 50 درهم كتعاونوا بها، راه هو كيدير بها شي حوايج، شري بها البيكان، يدير بها بزاف ديال الحوايج. هادشي اللي كاين، ما نزيدوش نطولوا الخوت. ها الولاعه كيف كتلاحظوا، حنا نخليهم واحد الدفلي محروق، راه هو معاهم شتو، راه هو غادي غتعزل، راه هو غادي 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 لديك البراكه، راه هو ما هبطش، راه يهبط فواحد الدار لهيه. هادشي اللي كاين الخوت، يلاه هبط اوليدي، شتا هذا ما خافش منها، هاد الشنبور ما خافش من اللعيبه. حنا غادي نشوفوا، غنشوفوا شنو غادي يوقع، واش غادي يهبطوا نيشان ولا لا. حنا مزيان، دابا هاد الهبطه اللي هبطوا الخوت هبطوا مزيانه ما خافوش، يعني دابا اللي دخل غياكل، اللي ما دخلش بقى ضربوا تران بلا فران. دخل 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 دخل، دخل 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 دخل
هما بقاو لنا جوج الراس حتى سبعه، بقاو سبعه البياسات الى هبطوا الثمانيه. ها هو الدفلي اخر هنا هي ثمانيه الى هبطوا، اللهم بارك. ما هبطوش ما عندنا ما نديروا بهم، غدا يهبطوا هما الاولين ان شاء الله. هذا هو الدريساج، الدريساج الخوت. ها ما هبطوا. دخل. زيد اولدي، زيد. دخل. بالزربه. زيد. دخل. الحمد لله. ها ما دخلوا، يعني الحمد لله دخلوا الحميمات، اللهم بارك وزيد في ذلك ونجينا واياكم من المهالك الحمد لله. الخنيسه الخوتة، هذا ان شاء الله ولا نبقى نهبط به الحمام، ان شاء الله ولا غادي نبدا نهبط به الحمام في الكورس الى بغى الله. سندير لي شي نتيوا، نحل هذوك اللي سديت بهم. اي سمع سمع صرفيق قال لك نحل هذو اللي سديت عليهم هنايا. كاين هذيك القرطاسيه وكاين الصلصالي. دخل اوليدي، خرج. ها الصلصالي خرج، شوف تبارك الله الصلصالي الكولور اللي ولا في هذا ديال البطل. وتحيه ليه ديال سعود عبد الله ديال بن سليمان، ولا فيه الكحل نذكر. كيف كتلاحظوا الحميمات هما هادو، دابا راه اللي كلات كلات، اللي ما كلاتش ضربها تران بلا فران، ما عندنا ما نديرو ليها. دابا وقيته ديال الدريساج كيف قلنا الخوت، ودابا راه جميع الموالع دابا خاصهم يدريسيو حمامهم. دابا راه ما بقاش ديك اللعبه ديال شجل الحمام ولا اللي شاجل الحمام، راه خصو يطير دابا الحميمات ديالو، خصهم يطيروا كيف قلنا الحميمات، خصهم يطيروا دابا ان شاء الله. ودابا كتبدا الدريساج، وان شاء الله انا عاد غادي من هنا لقدام ان شاء الله هذا الاسبوع، لا الاسبوع الجاي ان شاء الله غندير لهم الخيوط فوق الشجنه، وغادي نقص لهم الماكله. واخا تنقص لهم الماكله راه ميموتوش الخوت، راه ماشي كتعدى عليهم ولا شي حاجه، راه بالعكس الا عطيتيهم ياكلوا بزاف عاد كتعدى عليهم. تعطيهم ياكلوا بزاف عاد تعدى عليهم. شتا تذكر هذا هو دخل الشرابه بغى يشرب، شتو هو دخل بغى يشرب ما لقاش الماء، هو خرج. سبحان الله العظيم هو خرج. دونك شنو غنديروا؟ حنا غادي نديروا لهم واحد شويه ديال الكارنيتين، يعني غادي نقصوا لا دوز الاخوان ديك 10 دالميلين، ما غنديرش لهم غطايا راه عبرتها فيها 10 دالميلين، ما غاديش ندير لهم 10 دالميلين، غنقصوا لهم، غندير لهم غير واحد جوج ولا 4 دالميلين اللي غندير لهم، ومره مره نبقى نطلع عليهم لا دوز شويه بشويه ان شاء الله، شويه بشويه. وتحياتي لخوتنا وحبابنا وخارج ارض الوطن، تحيه للناس اللي كتسول فينا، وتحيه لخويا بوسكري الحمري، ومبروك عليك كيف العاده كيف قلت لك البارح، مبروك عليك المحل اخويا اللي خديتي، والله يدخلوا عليك بالصحه والهنا وراحه البال وطول العمر ان شاء الله، الله يدخلوا عليك بالهنا والصحه ان شاء الله انت وجميع المسلمين. واني انتظر مكالمه من عندك يا اخوي بوسكري الحمري. وما نساوش الاخ هشام من الديار الفرنسيه، الاخ خالد اللي كاين في الديار الايطاليه، هذا الاخ ديالو سميتو هشام، تحيه ليه الديار الفرنسيه كنحيو من هذا المنبر. وما نساوش خويا منير مخلص بالديار الدار البيضاء بالديار الدار البيضاء، شي قرايه كبيره بالديار البيضاويه، بالديار الدار البيضاء. وتحيه للناس ديال الدار البيضاء جميعا، الموالع ديال الدار البيضاء جميعا. وتحيه لخويا سعد الزعيمي، تا هو نحيو من هذا المنبر الرئيس الجديد ديال الاتحاد السلاوي، تنحيو خويا سعد الزعيمي وجميع اعضاء الاتحاد السلاوي. وتحيه لجمعيه اليمامه على راسها خويا المنسوم، والجمعية السلوية برئاسة الأخ رشيد أغريس. وتحية الإخوان الغياط الأبطال، الإخوان الغياط. ودابا إن شاء الله الحميمات كلاو، شتوما هما كيف لاحظتو هنا هما واقفين كيتسناو نوبات الشرابة، دابا إن شاء الله غادي نعمرو ليهم الشرابة، لا تقطعوا كيف العادة ولا تستقطعوا. بالنسبة لخوت العبار اللي عطيتهم تقريبا، عطيتهم واخا ما عبرتش تقريبا، عطيتهم جوج ديال الميلين. تبقى
تقريبا كيف قلنا الاخوان عطيتهم. اها حدا طاح، انا لقسته برجلي. كيف قلنا الخوت عطيتهم تقريبا شي جوج ديال الميلي ملي عطيتهم ديال كارني سبيد. وقضيه اخرى راه فيما كتعطي شي برودوي، شي ماده، شي برودوي كتعطي للحمام راه كيتبدل عليكم الحمام الخوت، غير باش تعرفوا هذه القضيه بنادم ما يتخلعش. يعني انا راه عطيتهم، راه ضروري الحمام غيبان لك تبوص ولا في لا دياري ولا شي حاجه، يعني راه ما كاينش الاشكال. راه من بعد كتقع الحمام بالانتروفاك بالبيوب بروبيوتيك، يعني البكتيريا النافعه ان شاء الله. وهادشي اللي كاين دابا الحميمات راه كلا واخا ما كلاوش مزيان ما عنديش الاشكال، راه اللي كلات سبقات راه غادا تهبط. هذاك هو الدريساج. غندخل الحمام ان شاء الله يشربوا، راه غادي ينيو، ومن بعد غنطلقوا لكم الاناث نشوفوا الطيره اللي غادي يديروا الاناث، نشوفوا الهبطه اللي غيهبطوا. والاناث ضروري غنقص لهم اليوم الماكله، لان البارح ما نقصتهاش لهم، اليوم خصني نقصهم. هاد المسخوطه غادي نطلقها، شتي هاد البيضه هادي ان شاء الله تبقى تنطلقها. 2019 وما بغاتش تبيض، 2019 اسبانيا ما بغاتش تبيض، ان شاء الله نقدر نزعم عليها ونطلقها. شوف المغرب كيداير مولفه غادي ديك الديور ديال القرموط، حنا غنشوفوا واش غادي ترسي ولا لا. محال، ما كنظنش ترسي، لان هي مولفه ديك الديور اللي دايرين بحال هكا وفيهم القرموط. يعني اللي عنده شي جنه بحال هكا وفيها القرموط راه طيح، تقدر طيح عنده هذه. انا الشنيبر ديال البطل عصام 36، تحيه ليه من هذا المنبر، تحيه لخويا رضوان ازولاي، وتحيه لخويا جمال المغيرات من طبيعه الحال، وتحيه لخويا سعيد العيسات رئيس عصبه الغرب ورئيس دار رئيس رباط السلام، جمعيه رباط السلام. وتحيه للوفت دار السلام، وتحيه لخوتنا وحبابنا كاع اللي كيحبونا والناس كاع اللي كيبغوا هذه البلاعه. وخليكم معنا نطلقوا الانتواد ان شاء الله. دابا غندخلو الدكور، غيدخلو ان شاء الله. شي باقي فيهم الجوع ما غنعطيوهمش. سيرو سيرو، دخل دخل اوليدي، دخل دخل لهنا، دخل زيد 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 زيد. دخلي صافي، الدكور دخلو الخوت هما يشربو ويجلسو ينينيو ان شاء الله. دابا الدور ديال الاناث، الباب غيطيح، الدور ديال الاناث ان شاء الله. خليكم معنا. بالنسبة للاناث هما هادو ان شاء الله، انا غادي يخرجوا كاملين. عزلنا كيف قلنا البارح واحد جوج وليدات اللي عزلنا هنا، طوابر هما اللي ما غاديش يبغيو يخرجوا ان شاء الله، ما عندناش المشكل. سيروا خرجوا خرجوا حركوا حركوا. خرجوا دابا، خرجوا 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 خرجي خرجي غير طيرو. سبحان الله العظيم، هما اللي بقاتني بغات، هما اللي بقاو، ما كاينش المشكل. هادو نخرجو نحركو. فيهم الجوع الخوت، فيهم الجوع. طير طير راه خايبين دابا، كلشي خصو يطير، ما خصو حتى حاجه تبقى. طير طير سلحفاتي، سير 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 اولي سير. حنا ما بغاوش يطيروا الخوت، غندير لهم هكا. واخا غايقول لي شي بعضين لا ما خصكش دير الجعبه. صافي باش يطير كلشي، حتى الا بقينا نتسناو فيهم نديرو ليهم ما كاينش يما رحمين يا الخوت. باقي واحد، باقي جوج، باقيين جوج تماك ما طاروش. حنا غنطيروهم، خليكم معنا. راهما جوج، حنا نطيروهم. كيف كتلاحظوا حان موعد اذان صلاه العصر، او يلاه سلادة اللي حدايا الله اذن، اللهم بارك. كيف كتلاحظوا الخوت هانتوما البدعي هو ولا كيشد معاهم، هو شد معاهم البدعي. الحمد لله، دابا نتسناهم يهبطوا الا بغاو يهبطوا، ما يمرضوناش. ها واحد الشنيبر ديالي هو، شوف مرسيف ابيض اللي يمكن هذا على ما اظن.
هو يدخل معاهم، هو يدخل معاهم، باقي ثقيل في الطيران، لا ما فيه سير بيض، لا دفلي عادي، راه دخل معاهم، ادخل معاهم. الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. كيف كتلاحظوا الخوت ولا حمام كيهبط بياسه بياسه، هانتم بياسه بياسه بلاو كيهبطوا، بحال بانوا لي بحال مسخسخين، هادو هما اللي كيهبطوا بحال مسخسخين. الله يعلم، يقدر يكون هذا دار لهم القضيه في الطاقيه، يكون خرطهم كيف كيقولوا هاد البرودوي اللي عطيتهم، الله اعلم. هادشي اللي بان ليا، الحميمات الاخرين هما هزوا على هنا، ما كاينش الاشكال، مازال غادي نقطعوا الحمام، يعني ما تخاف من حتى شي حاجه ان شاء الله. اليوم راه نقصنا اليوم لا دوز، هانتوما ما علاو شوم، يعني 100% هاي بياسة اخرايا، هاي بياسة خرجات منهم. دخل دخل اوليدي، دخل زيد، دخل 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 سوع الخيني، زي سوع الخيني سي كيصرفق عليهم، دخل 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 دخل. كيف كتلاحظوا الحمام مابقاش كيخاف منها بزاف، حنا غادي نجربوهم ان شاء الله. الخوت كيف كتلاحظوا الحميمات ما بغاوش يهبطوا، راه تقريبا تقريبا شي ربع ساعه راهم راهم فين في كيضرب 100% كينطير. انا كنقولها وديما كناكد عليها، لان داك الطير شوف شو كيديروا، شوف كيديروا، شوف كيديروا، شتيهم شتيهم، هما 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 جايين، هما جايين 100% كينطير الخوت. انت شوف كي حتى الطيران ديالو مزروب، فهمتي الخوت كي بحال كيشطحوا مزروب، البدعي هو خرج منهم درجات، خرج منهم هما جاوا دابا، البدعي خرج منه ما قدرش يشد معاهم، ما قدرش يقاوم. دخلي بنيتي دخلي، راه كينطير، دخلي راهم هما جايين، ها انتوا ردوا البال، ردوا البال، شوف الطريقه ديال الطيران ديالهم، يعني الحمام كيطير غون فورسي، يعني مجهد، وتماك فين كيبين هذا دليل بان الطير راه كاين، الشاهين كاين، وهاد الوقيته ملي كتكون السماء مغيمه راه تيخرج بزاف. راه هما فين غادي تلاقاو مع شي حمام ديال عباد الله، ديال هشام صدقي، هذا الحمام عندهم مخلط داك الحنقوره وعنده كل شيء مخلط، هشام صدقي، تحيه لخويا هشام صدقي. ها حميماتو، ها حميمات ديالهم مقعدو تبارك الله، راه هما فين مقعدين، راه يقدروا يكونوا كيبانوا، ها هما يجيو، ها هما يجيو، ها هما جايين، ها انتوما الخوت تولاو 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 تولاو، ها الخيني سيدبر على هاد النتوا هادي الشيا، يلا خليكم معنا تيهبطو الخوت، وتحية لخوتنا وحبابنا جميعا. ما بغاوش يهبطوا الخوت، الله الا مردونا نتوما، شوما مازال عاد كما كيزيدوا يعليو، ما بغاوش ما بغاوش يهبطوا. نخرجوا لهم الذكوره ديال الحنقوره، الخين يسير خارج، غنزيدو نخرجوا هنا الشوكي والطوبي، خاط الشوكي والطوبي راه هما، خرج اوليدي خرج خرج، ها هو الطوبي هو خرج، الشوكي هو هذا،
شو كي هو هذا؟ خرج وليدي خرج. يلا سيروا سيروا جيبوهم. كيف كتلاحظوا تبارك الله الشيخ خوت فين علاو راهم مازال غاديين وكيزيدوا يعليو معاهم البدعي مازال كيعليو. سمحوا لنا الا طولت عليكم في الفيديو، راه ماشي القزره مره ما غادي نحي مبيعات. جيت الشاطو واخا طلقنا الدوكور ديال الحنقوره والو ما بغاوش يهبطوا تماما، هبطوا النص دابا والنص راه باقي الفوق. نوريكم الحميمات وواحد القضيه الخوت بالنسبه للكارنيتين، هذه الماده ديال الكارنيتين فاش عطيناها شنو حدث؟ شوف شنو حدث الخوت، واحد النتوى كانت صحيحه. شوف شنو دار، شوف 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 حاشاكم البزقه كبيره وهي هذه الدفليه محروقه، هي هذه شوفوها هذه الدفليه محروقه، هي مولات البزقه، هي هذه هذه هي مولاتها. هي مولاتها دارت هذه البزقه هذه، ما فهمتش كيفاش. هما هبطوا جوج نتيوات، هما جوج نتيوات هبطوا، ها هما الحمد لله. دخل اوليدي باغي تدخل، زيد دخل. والله الا حميمات هما جاو هبطوا، غفلوني غفلوني غفلوني. دخل 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 دخل. هادي قال لك بور، قال لك عينوني عينوني عينوني، انا غفلوني غفلوني غفلوني. دخل 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 دخل، بعدا غياكلو بعدا. دخل 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 دخل. زيد اولدي زيد زيد الله يرضي عليك، زيد ابنيتي زيدي زيدي. دخل 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 دخل. ها الخنيسي قلز فوقا. دخل 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 دخل. دخل 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 دخل. كيف قلنا الكارنيتين راه غيرهم الإخوة، الكارنيتين غيرهم. دخل 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 دخل. ها مزيان الخوت الله إلا مرضوني بالله تمرضونا. دابا هادو غادي نخليهم بالجوع، هاد الكليك هادي اللي ما كتبغيش تهبط غادي نخليها بالجوع، ماشي نخليها بالجوع، نعطي داكشي قليل ان شاء الله. والله يبعد الخوت، قولوا امين. الله يبعد علينا ولاد الحرام ديال الولاعه، ولاد الحرام اللي كيتوجدوا في سلا، يا ربي تبعدهم علينا يا ربي يا ربي يا ربي، تبعد علينا ولاد الحرام يا ربي، وتلاقينا مع ولاد الحلال باذن الله. واحد قال يقول له على من كيدق، كندق عليك انت اللي فيك الفز. دابا واحد غادي يقول لواحد يقول له هذا على من كيدق، مادام نطقتي انت راه كندق عليك، حيت انت اللي فيك الفز. كوما كي كوما كانش فيك الفز كاع ما غتهضر، سكت، حيت اللي هو اللي هو ما مزيانش هو اللي غادي يهضر ديما. حيت بنادم اللي تتكون الهضره عليه كيهضر كيكون فاهم. فين هي واحد البياسه غادا تهبط اخرين راهي فين غادي مرضونا الخوت، الله الا مرضونا. وغادي ان شاء الله نقص لهم الماكله اليوم ونردو لهم غدا البال الطيران ديال غدا ان شاء الله. وعقلوا عليهم هادو، فيهم البدعيه وفيهم الكحله، فيهم البدعيه ديالي وفيهم بزاف، خليه بعقلوا عليهم. يلا الخوت نخليو النبارات، هما جوج اللي هبطوا هنايا الاخرين ما بغوش يهبطوا، ما غاديش نبقاو متبعين حنا. ستوكا ستوكاج عمر عندي ستوكاج الخوت. يلا السلام عليكم ورحمه الله وتحياتي لكم جميعا. جوج دابا اللي هبطوا الاخرين ما بغوش يهبطوا، ما عندنا ما نديرو لهم، وانما الماكله غادي نقصوها لهم. يلا السلام عليكم ورحمه الله وتحياتي لكم جميعا. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.